بحييكم المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعوا الحل عنا. للحقيقة شيء مؤسف بهالبلد، ما في قطاع مخلص، كل القطاعات عم بتعاني، ولكن لما بيعاني القطاع يعني الناس، لأنه الناس هن بيشتغلوا بمختلف القطاعات وما بعرف بعد شو ناطرن. إجمالاً ما بحب كون متشائمة ولا مرة تشائمت، دايماً عندي أمل ببكرة وأمل بكتير من الطاقات، من كتير من اللبنانيين يلي بالفعل عم يشتغلوا للبنان وراحة المواطن اللبناني، ولكن كتار 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 ناسين إنه شو هي مسؤوليتهم، وإنه أهم شيء بالنسبة لهم يكون خدمة المواطن اللبناني. منشوف المعلومة ومنعلق. بمعلومتنا لليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بتقول إنه الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب رح تقص وتزيل دعائم الجسر المؤقت وتركب دعائم للجسر اعتبارا من الساعة 9 من مساء الليلة لغاية صباح الجمعة بكرة. وهالأعمال رح تؤدي لمنع مرور السير على المسلك الغربي من الأوتوستراد وفقا للآتي: تقسيم المسلك الشرقي لقسمين بحيث يصبح مسلكين شرقي وغربي، وكل مسلك عبارة عن مسربين. اعتبارا من الساعة 11 ليلا ليلة رح يتم تحويل السير باتجاه بيروت على الطريق البحرية كالمعتاد، وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة بالمكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام. ماذا بعد؟ الناس اليوم يلي معوده تقرا جرايد تفاجأت بجريده النهار بصفحات بيض. شيء مؤسف جدا انه جريده عريقه مثل جريده النهار انها اليوم تصدر بالابيض، مش لانه ما حضروا مواد، لا، الجريده مليانه مواد، ولكن كانت اهم ماده اليوم نقول للمسؤولين انه هيدا بلد بده يعيشوا فيه ناسه بكرامتهم. ان اشتغلوا بالاعلام او ان اشتغلوا باي قطاع هن مهددين. واليوم بفتكر جريده النهار يلي مثل ما قالت نيلة تويني هي صوت الناس. اليوم جريده النهار عبرت بصوت الناس، ما عبرت بس بصوت موظفينا ومحررينا والعاملين فيها ولا قارئينا فقط، عبرت صوت الناس. الحمد لله صفحة بيضة، ولكن على أمل هالأبيض يبقى طبعا ينعكس على قلوب وعلى ضمير كل مسؤول بهالبلد آخذ الناس. ما بعرف كيف، ما بحب استعمل كلمة غنم، لا، نحن منا غنم، نحن ناس منفهم ونحن عنا حضارة، ونحن كمان مش ناقصنا شيء، ناقصنا فقط دولة ترعانا تأملنا كرامتنا لا أكثر ولا أقل. ما حدا منا مقصر إطلاقا، كل إنسان عم يشتغل شغلة واثنين وثلاثة حتى يعيش بكرامته، ولكن اليوم كل إنسان مهدد بمعيشته وبرزقه. نهار بدي قلكن اليوم شكرا، كانت شغلة كتير مهمة حكيته باسمنا كلنا، وعلى أمل هالصفحة البيضة هيدي بكرة تكون مليان أخبار حلوة بيتمنوها كل مواطنين اللبنانيين. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. باخذ اول اتصال لليوم. الو الو الو، اهلا تفضلي. الو اهلا تفضلي. ايه بونجور مدام. بونجور، مدام عم تسمعيني على التلفزيون؟ اسمعيني على التليفون يعني على الاباري. دكار تفضلي. تفضلي تفضلي. ايه انا موضوعي هو عن المطارات. ايه انه شركه الكهرباء نعم عوض ما تغلي الكهرباء خصوصا ببيروت الكبرى، تبلش ببيروت الكبرى بالعاصمه لانه هي بتنقطع 3 ساعات ببيروت الكبرى. نعم تبلش بالعاصمه، تنظف العاصمه وتغلي التسعيره بدل ما هالعالم تدفع للمطار تدفع للكهرباء. على القليلة بيصير عنا عاصمة مرتبة مش عاصمة مزبلة. مزبلة صارت هيدي العاصمة، كلها مطارات وشرايط وشرطان و...
انه ما بيصير هيك على القليل يبلشوا بالعاصمه ينظفوا العاصمه. بدي اقول لك شغله، اولا لما العاصمه قالوا ممنوع فيها كانت الموتورات وتنعطى 22 على 24 ساعه او 21 على 24، هي لانه ما في اماكن حتى كنا لنحط الموتورات، مش اكثر من انه كمان كلنا بنعرف المدينه قد ايه مكتظه. نحن كنا بنتمنى من التسعينات لليوم انه يكون عندنا كهرباء لبنان فقط لغير اللي عندها حصريه توزيع الكهرباء وانتاج الكهرباء، لانه كهربتها مدعومه للمواطن اللبناني. ولكن تفاقمت الامور، وصلنا لمرحله اليوم عم نقول له لصاحب المولد، اليوم نحن عم ننظم لك قطاعك، ما عم نشرعنك، عم ننظم القطاع وعم نحمل صاحب المولد مسؤوليه كهرباء لبنان. امبارح الحلقه يلي كانت بالحال عنا بفتكر عطت كثير من الافكار من الوقائع يلي ناسف كثير نوصلا، لانه هذه القرارات كلها قرارات عشوائيه، منا قرارات مدروسه. شو بيطلع عبالنا مننزل تعميم، شو بيطلع عبالنا مننزل راي، مش هيك من عامل الشعب اللبناني بماده حيويه مثل الكهرباء. نحن بدنا كهرباء لبنان، وبعتقد اصحاب ومولدات الكهرباء يلي عملوا كل هالاستثمارات لانه عرفوا انه لا امل من ذلك، لا امل بكهرباء لبنان للاسف الشديد. وامبارح طلعنا وزير الطاقه والمياه انه اتفقنا انه رح نامن الفيول حتى ما نقطع كهرباء لبنان، اتفقنا نامن فيول. للحقيقه ما بعرف شو مهمتهم بكهرباء لبنان او شو مهمه الوزاره الا تامن مستلزمات يكون عندنا كهرباء، ما دام ان كان بالعاصمه ولا كان بشوارع اي بلده وقريه لبنانيه في تشويه لكل شيء، بس المهم انه يضم الضوء بيوتنا حتى على القليله ننعم بشويه نور لا اكثر ولا اقل، لانه صار ماده ما فينا الا ما نستعملها. كمان اتصال. الو الو الو، حسي حدا فيها. الو ايه تفضل. الو تفضل. الو 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 تفضل. يلا الو. ما في الو مسيو، انا عم بقول لك مدام لبيكا. نعم تفضل. ايه بحياتك حكيتك، انا من شهر ونص. باي موضوع؟ موضوع لنا حقوق بالاجيره، قلت لنا انت بتراجع سعاده المدير، سعاده المدير حتى قرر بدفعه، مدير المالي ما عم يدفع لنا. ليك لقول لك شغلة، ما في شيء بيروح عليكم، بس ما بقدر أكد لك أي متى بيندفعوا، عرفت؟ كمان اتصال. حجوزي عندي أنا، بس يمر عليها سنة بيصير على المزير العلني، تطلع بيصير على المزير العلني. شو هي؟ سيارة. إيه. وهي السيارة. نعم. الله ينعم عليك، لأن موقفة عدلة، سير حلبة، يعني محكمة سير حلبة. ما بيطلع لي اياها لاجيب ورقه من القاضي من طرابلس مشان فك حجزها وطلعها بيعها على المزير العلني. وين المشكله؟ رحت على طرابلس. نعم. لعند القاضي قال نعم. لي مشكلتك بحلبه، جيت على حلبه قالوا لي مشكلتك بطرابلس، كيف بدي حل هالمشكله؟ والله ما بعرف. بهيئه السير ما قدروا حلوا لك اياها؟ لا لا، على النيابه العامه القاضي السير زياد الشعراني. نعم. الله ينعم عليك، ضم الطلب هونيك لانه هي عم بنزعج مني وفي عندي ضرر من وراها. نعم. الله ينعم عليك. انا رايي ترجع تراجع القاضي وتقول له انه لا بحلب عم نقدر نعمل فك الحجز ولا عم نقدر نعمله بطرابلس، يعني بلكي بيلاقي لكم حل. ما فيك أيوة تبقى هيك. يعني انتم ما فيكم تحكوا معهم. يعني شو بدي تلفن لسعاده القاضي وقول له انه في عندك الحل، شو في طعم انه انا بفضل ما دام في محكمة على القاضي وحضرتك بالمنطقة توجه له، توجه له بكتاب أو اطلب تشوفه حتى يحل لك المشكلة، لأنه القرار طالع عن القاضي. أوكي؟ الكتاب لعنده. نعم. قلت لي الجواب أنه راجع حلبة، رجعت حلبة أو راجع تحت. كثير منيح. طرابلس. بتبعت له كتاب إذا ما قدرت شفته بتقول له راجعت حلبة بهالتاريخ كان جوابهم كذا، ورجعت طرابلس بهالتاريخ ردوني على حلبة، لا حلبة بتفك الحجز ولا طرابلس. سعادة القاضي لقي لي حل ثالث. أيوة. طيب انا ممنون. لانه شغله بالقضاء. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو، ما بعرف اذا في حدا على الخط.
في حدا بس. الو ايه تفضلي مدام. بونجور. بونجور. الو مدام ريبيكا. نعم. بدي الو. نعم. مدام ريبيكا. نعم. مدام عم بسمعك، شو عندك؟ تفضلي. بدي اعزبك انا مدام ريبيكا. نعم. بخصوص المعاشات المتقاعدين. ايه. نحن الزوجة المتقاعدين إذا ما نحن ما طلعوا لنا لأول مرحلة ولا تاني مرحلة، عشان عم تحكي عن سلسلة الرتب ما هيك؟ إيه بس. نعم. شو سؤالك؟ إذا رح يطلع لكم؟ مدام شو سؤالك؟ إنه أنتم المتقاعدين القدامى يعني؟ أنا مش سامعتك مدام ريبيكا. صراحة ما طلع لنا شيء نحن من المعاشات. انتوا اي زودة المعاش ما طلع اوكي بأي قطاع حضرتكم؟ ايه نحن القدامى. ايه يعني اي متى طلعتوا على التقاعد؟ بأي تاريخ؟ مدام نرجع بنحكيكي لأنه هيك ما عم تسمعيني. فاصل ومنتابع. منتابع حلقتنا عبر الام تي في. مريضة بمستشفى المشرق بحاجة لدم من فئة او نيجاتيف، وهي بحالة خطرة. إذا حدا بحب يتبرع بالدم بكون عم ينقذ أخت لإله بالإنسانية. باخد اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا. بونجور ستنا. بونجور. معك فؤاد بوشقرة. إيه أهلين أستاذ فؤاد، تفضل. من مزرعة الشوف أنا. إيه أهلين. أهلين. نحن بنشوف وقت اللي اول مذبحه، اول مذبحه صار وقت اللي قتلوا جنبلاط. نعم. وقت هجروا المسيحيه. نعم. والبطرك صفر الله يخلي لنا اياه ويطول بعد بعمره. نعم. منع بيع المسيحيه فوق الاراضي. نعم. ما بصيرش في تقسيم وتاجير. نعم. نحن عندنا رزق فوق، انا وليلي صاروا شباب. ما في اسعار للرزق، والدروز ما بيشتروا منه هلا فيهم زين، وهن عم يستفيدوا منه، عم يستعملوه على الحلتان هن. نعم. بس يشتروا منه وما في مسيح مش عم يشتري منه فوق. وانا عندي ولدان، اول ولد من شهرين تجوز بده هلا يسافر لان مش قادر يشتري شقه هون، لا انا اشتري له شقه، والثاني خاطب كمان رح يلحق على صفراء اكثر ولادي لان مش قادر لا بيع فوق، والبطركيه هون الوقف بقول لك بدك يعني شكرا وكيل وقف انه يدبر لنا شي شقه، انا هلا ساكن بجبال. نعم. فيدبرنا شقفة، الوكيل بده 30,000 دولار فيأمن لي شقفة استأجرها من الوقت، واللي معه مصاري بيشتري، واللي عنده مطاعم هون بجبال عطوه شقف أراضي وعمر فيها قصر، وغيره كمان إذا بدك بسميك بس مش على الهوا يعني، عندهم محلات مهبة ودف وعطوه شقفتين عمر أوتيلات ومأجرها، ونحن لأن ما عندنا حدا يسددنا ما قادر أعمل شيء أنا، أنا ما بدي شيء، بدي إنه حدا اقدر استاجر شقفة ارض عمر لها الاولاد فيها. ما بين بعطيهم رزق فوق. نعم. يعني هيدي المشكلة إنه شبابنا اليوم لا عم بيلاقوا شغل ولا قادرين يشتروا شقة، ولا حتى أنا يعني ماني مع البيع بقدر ما يمكن ممكن يتعمر بهالشقة في الأراضي، بس إنه البيع لا، هلا أراضي الأوقاف أكيد عم يعني إجمالاً عم تنعطى أكثر من السكن، عم تنعطى لمشاريع إذا بدك على مدة محددة، مدة معينة، بس ما عم تنعطى لشقة إلا إذا كان عامل الصندوق الإسكان يعني الماروني شقة جديدة، يعني عندهم كان هن عم يبنوا شقة لأبناء الطائفة إذا بدك. هلا ما بعرف أنت مع مين عم تحكي، مع الأوقاف أو مع المطرانية أو البتركية، ماني عارفة لمين تابعة يعني أي أوقاف منهم، بس بقدر أقول لك إذا كان ملفك وطلبك إنه محق أكيد بدهم ينظروا لك فيه، بس ما بعرف إذا بيعطوا للسكن، هذا سؤالي. بفتكر إذا في مشروع صغير أو مشروع لإنماء منطقة ممكن. كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور. يعطيك العافية مدام ريبيكا. أهلا. معك علي سعد. أهلا أستاذ علي. تفضل. بدي أزيد مهلتك، بس فيك تساعديني إذا أنت بتقدري تساعديني، أنا شخص صار لي سنة عم برمى على الشغل. شو بتشتغل علي؟
أنا بشتغل كنت بالشوز، أنا كتير شاطر ببيع الشوز والتياب والهول، واشتغلت كمان بمطاعم. نعم. وكل الشغل اللي عم بقدم عليه هالفترة عم بيقولوا لي سوري اللي عنا عم نصرفهم. والصراحة أنا كنت أشتغل بالشركة وتم طردي تعسفي لأنه صار يجيبوا 2 بدلة بأقل تكلفة من اللي أنا كنت عم باخده. وأكيد عم بيجيبون لبنانية ولا أجانب؟ لا، جنسيات مختلفة. للأسف الشديد. إيه، فأنا بس بدي طلب من حضرتك، أنا معلم ومثقف وشهاداتي معي وكل شيء وصاري سجل كتير نظيف، أنا بس بدي أقدم على شغل كعيش بكرامتي كإنسان بس ما أكثر. ما عم بدي 2,000 و3,000 دولار، بدي انه صار يعيش بكرامتي بس. حالي قديش في كتار مثل منك مثلك لبنانيين ناطرين وظيفه ببلدهم، للاسف على هيك على الهين عم بيشيلوا لهم يصرفون من خدمتهم ومن عملهم حتى يجيبوا اجانب يحطون محلهم حتى يوفروا. ما بعرف اللبنانيين قديش يلي عم يتصرفوا هالتصرف قديه عم بفكروا بخزينه الدوله، عم يتفكروا بشعبهم بوطنيتهم بمواطنيهم، ما بعرف، مع انه ممنوع توظيف الاجانب الا بوظائف محدده. واذا جيت قلت لك قدم شكوى بتقضي سنين تينظروا لك بالشكوى، بتكون وظفوا 20 واحد غيرك اجانب. للاسف الشديد هيدا واقعنا العملي المأساوي، وخصوصا عندك شهادات وعم تطلب وظيفه تبيع بمحل تياب او احذيه. يعني شهاداتك كلها علقتها على الرف وقلت انا بدي اشتغل بعرق جبيني. علي، انا بتمنى اذا في حدا عم يسمعنا هلا وعايز لبناني يشتغل بكرامته، نحن حاضرين نعطيهم رقم تليفونك لاترك لنا اياه. وبتمنى تكون الاولويه للبنانيين اقله بالوظائف اللي هي للبنانيين فقط لا غير. كمان اتصال، وعلى امل وزاره العمل تحقق أكثر بالأمور. أستاذ إلي أيوب، اشتقنا لك. تسلمي لي أنت. بونجور. بونجور. همك الدائم، همك الدائم حوادث السير. أي حوادث السير. وكمان هلا بدي أحكي لعن معالي الوزير، يعني أنا أول شيء بدي أشكر الأم تي في وأشكر هالبرنامج الحل عنا، الحل عنا اللي عم بيوصل صوت كل مواطن والمواطنين الذين لا صوت لهم. يعني شكر كبير للام تي في ولالك على هالبرنامج الحلو. اول شيء بدي بس اقول انه معالي الوزير هذيك اليوم حكي شغله كثير مهمه. اي وزير؟ معالي وزير الاقتصاد رائد خوري. نعم. انه يا عمي في بلديات عم تتواطأ مع أصحاب الموتورات، وهذا شيء 100% مضبوط. نعم. طيب يا عمي ما عم بفهم، بلدية عم تتواطأ مع أصحاب الموتورات وبياخذوا منهم المصاري برانة، ليش مش معالي الوزير بيسلم كل هالموتورات للبلديات وبيعمل مراقبة على البلديات؟ ولو يا اختي مثلا ما تخفيني بهالكلمه، اخذوا 50 مثل ما بيقولوا 500 ليره على الكيلو وات، على القليل بيظبطوا لنا الطرقات، بيظبطوا الزفت، بيظبطوا المجرير، بيظبطوا هالوضع اللي نحن عايشين فيه. لك استاذ الي، في بلديات عملت هالتجربه وعندها موتورات ولا تبغي الربح، وامبارح بينت ببلديه حصبية و صح 500 ليره مع انه الدوله محددتها ب 410 ليرات. يعني كمان يا اختي مش مشكلة، انا بالنسبه ليره بس يظبطوا لنا الطرقات ويعملوا لنا زفت على الطرقات. انا بتمنى يروح المردود لتظبيط الطرقات، لانه بسال انا وياك دخلك قديش كنا ندفع ميكانيك وهذا كله للطرقات واناره الطرقات، لا عندنا طرقات منيحه ولا عنا إنارة جيدة للأسف. أهلا وسهلا فيك. صورة اليوم نشوفها سوا. وزارة الاقتصاد بتقلنا إذا ما ركب العدة اتصل على 1739 وبلغ تما يضيع حقك. بس أنا كنت بتمنى على وزارة الاقتصاد ما تحط لنا دوخين موتور، لأنه اللي عنده دوخين هيك الموتور لازم وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة تتحرك بتقول له في شروط صحية طبعا لمولد الكهرباء من الصوت للدخان. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.